الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدين الأعزاء، أهلا بكم في برنامجكم رسائل من القرآن الكريم. رسالتنا اليوم رسالة الصبر، رسالة التصبير، رسالة كيف نقف في هذه الدنيا ونتحمل كل ما يصيبنا فيها، رسالة كيف نبقى واقفين وإن داهمتنا الإشكاليات والأزمات مداهمة، رسالة كيف يعيش العبد مرتاح في هذه الدنيا بالرغم من كل ما يصيبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يطوف بالبيت في حمأة الظهيرة، في عز الظهيرة، قال: فخرج عليه أبو بكر رضي الله عنه وأخذ يطوف معه، قال: ثم خرج عمر وأخذ يطوف معه، فقال عمر: يا رسول الله، ما الذي أخرجكما في حمأة الظهيرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أخرجك يا عمر، ما أخرجنا إلا الذي أخرجك. فقال: إنه الجوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: يا عمر، اعلم أنه لم يوقد النار في بيت نبيك الكريم منذ 40 ليلة. الله أكبر، 40 ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطهو الطعام ولا يوقد في بيته ولا يأكل طعاما مطهوا 40 يوما، ويعيش النبي عليه الصلاة والسلام بكل هذه البساطة. والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على شعب بني هاشم وأزمات هذا الشعب، حتى جاءه شاب فقال له: يا رسول الله، وقد رفع عن بطنه، قال: إني ربطت على بطني حجرا من الجوع. فقال: أما أنا فقد ربطت على بطني حجرين من شدة ألم الجوع. ولذلك عزاه الله تبارك وتعالى وسلاه بقصة يوسف عليه السلام وهو في مكة، ليقول له: يا نبي الله، لا تحزن واصبر، فإن يوسف عليه السلام نبي الله ويعقوب عليه السلام صبرا صبرا جميلا طويلا على ما أصابهم من الأذى. لذلك قال الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. نلاحظ من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى ذكر قصة يوسف وذكر ما ألم بيعقوب عليه السلام من الأذى، حتى أنه قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. الصبر أنواع، قال: أعلى هذه الأنواع الصبر الجميل. والصبر الجميل الصبر الذي لا شكوى فيه، الصبر الذي لا يخرج العبد مع صبره يشكو لهذا أو ذاك، الذي يعني يندب حظه دائما. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه، هو الذي لا يشعر أحدا بهذا الألم الذي حل فيه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بأعلى مراتب الصبر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى تفطرت قدماه، تعب النبي عليه السلام، وقال: أخذ يريح القدم على الأخرى. فقالت عائشة: يا رسول الله، أتقوم الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا غفر الله لي ما تقدم من الذنب، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما أصابه في هذه الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم
يسجد بجوار الكعبة، فجاء كفار قريش وجاءوا بسلى جزور، كرشة جزور أعزكم الله، قال وأفرغوا ما فيها من الأذى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي النبي ساجدا مع هذا الأذى الشديد. قال حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأخذت تمسح بيدها الأذى وتقول وتدعو على هؤلاء كفار قريش، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا تبكي، فإن الله مانع أباك، إن الله حامي هذا النبي الكريم عليه السلام حتى يبلغ هذه الدعوة. هكذا صبر النبي عليه السلام صبرا جميلا. وعندما رجع إلى مكة فاتحا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل آذى من آذاه ومن وضع عليه سلى الجزور؟ هل انتقم منه؟ لا أيها الإخوة والأخوات، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الصبر، عفا عنهم وهو يراهم يمشون بينهم وهو يراهم في مكة في كل يوم. مع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام صبورا عفوا كريما، عفا عن هؤلاء وكان في غاية الرقة. وحتى نكون بغاية الصبر في هذه الدنيا لابد وأن نستشعر ما هي عطية الله عز وجل للصابرين في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نلاحظ أن الله عز وجل قال وبشر الصابرين، بشر الصابرين. قال ابن عباس رضي الله عنه البشرى لهؤلاء الصابرين أن لهم يوم القيامة جنات ما بين الجنة والجنة كما بين السماء والأرض. بشر هؤلاء الصابرين الذين صبروا على أذى الدنيا، على الأزمات، على المصائب، بشرهم بجنان ما بين الجنة والجنة كما بين السماء والأرض. ولذلك جاء في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق بالمنهج وصبروا عليه. يقول علماء التنمية البشرية أن معظم الذين تساقطوا في الطريق كان بسبب قلة صبرهم على أداء أعمالهم حتى النهاية. الفرق أحيانا بين الناجح وبين الذي فشل في عمله هو الصبر. لذلك يقول أينشتاين أن الفرق بين الناجح والعبقري وبين الذي سقط هو فقط الالتزام والصبر. ولذلك يقول العلم 1% إلهام و99% جد وصبر. فإذا أردت أن تنال المراتب العلية عليك بهذا الصبر والالتزام بأعمالك والصبر عليها حتى النهاية، واعلم في نهاية المطاف أنك ستحرز الكثير الكثير. كم من أم في هذه الدنيا ربت أبناءها وحيدة، مات زوجها فحضنت هؤلاء الأبناء صغارا وربتهم حتى شبوا وكبروا حتى أصبح منهم الطبيب والمهندس والمدرس والعالم والإداري، وحتى عاشت روعة وشعرت بجمال الإنجاز، شعرت قبيل موتها أنها عملت وأن الله عز وجل سيوفيها أجرها يوم القيامة. لذلك كان أجرها عظيما على صبرها وتحملها.
وكم من أم في المقابل تركت أبناءها لأهلهم وتركتهم يعيشون بين فلان وعلان وذهبت ونسيت هؤلاء وعاشت حياتها، وبعد أن كبر هؤلاء ندمت ندما شديدا على تركها لأبنائها. هذا الكلام يحتاج منا إلى تأمل، فحتى تصبر عليك أن تعيش في هذه الرباعية الجميلة جدا. أولها أن تبرمج نفسك مسبقا على الصبر، لا تقل لنفسك أنا عصبي، أنا لا أتحمل، أنا أنهار بسرعة، أنا لا أستطيع أن أكمل الأشياء. هذه برمجة سيئة، فإذا استقرت في عقلك الباطن بدأ العقل الباطن يستجيب لهذه البرمجة. ولكن صبر نفسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. أنت تستطيع بالتحلم أن تجعل نفسك حليما. ولذلك قال العلماء: نحن في هذه الحياة نستطيع أن نكون أكثر حلما وأكثر صبرا وأكثر وعيا وأكثر علما بصبرنا على هذه الأشياء. أولها أن تبرمج نفسك مسبقا. الثانية: كافئ نفسك عندما تنجز، كل ما تنجز إنجاز حاول أن تكافئ نفسك وتعيش مع هذه المكافأة الجميلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكافئ الناس، قال صلى الله عليه وسلم عن كل الناس الذين يعيشون بجواره وحوله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس كان له فضل علينا كافأناه به إلا الصديق فقد تركنا أمره لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من الصابرين المحتسبين، إنه سميع مجيب. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة ورسالة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي رسائل القرآن.